فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الاثنين في سوريا عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، 4 بتوقيت غرينتش، لإجراء أول انتخابات تعددية منذ 5 عقود، والتي يتم تنظيمها في ظل أجواء من العنف وصفتها المعارضة بالمهزلة. وتتنافس في هذه الانتخابات 7 أحزاب من بين 9 أعلن عن تأسيسها منذ إصدار قانون تنظيم الأحزاب الجديد، إضافة إلى المستقلين وقائمة الوحدة الوطنية التي أعلنت عنها الجبهة التقدمية التي يقودها حزب البعث وتشرف على الحكم في البلاد. الانتخابات بهذا الوقت كتير منيحة لأنه بتساعد على حل هاي الأزمة بوقت قصير، وبإذن الله نحن رح نجتاز هاي الأزمة. وهذه الانتخابات هي الأولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا، جاء من ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية، ومن بينها إصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ 50 عاماً.